من أجمل مكان في العالم أم الدنيا مصر، ومن عند البيراميدز. أنا فرحانة النهاردة أني معاكم بعيد على قناتي سات بنتي وحبيبتي، القناة اللي كلنا بنحبها اللي بتضمنا كلنا. كل سنة وانتي طيبة يا سي سات. النهاردة أنا موجودة في مصر علشانك، وأنا فرحانة بيكم كلكم. دايما تابعوا قناة سي سات وبرنامج اسأل مع ميرا، وانتظروا التغطية الاي دي جي وفوريفر از ناو. وبقول نادين عبد الغفار شكرا، عشان انتي يا نادين بأفكارك بتخليني أقدر أرجع بلدي تاني وأستمتع بالجمال ده زي ما كل العالم بيجي ويستمتع فيها. بحبكم كلكم، وأشوفكم بقى في قناة سي سات اسأل مع ميرا. باي.